الموسم الأول العباقرة قادرون باختلاف ومباراه أفضل لاعب، طبعا ماتش مش سهل. وأفكركم بالنتيجة، أيمن أحمد في المقدمة 45، إيمان محمد 10، علي الشريف 25، أحمد سمير مفيش نقط، أحمد سليمان 30، عمر عبد المنعم 5، منة الله عصام 10، ومحمد عاطف 35. يعني المباراة لسه في الملعب. الموسم ده استثنائي، قررنا ان احنا ندي لكل واحد شارك معانا في الموسم ده شهادة تقدير، كل مدير فني، كل لاعب، كل احتياطي، تقديرا واحتراما للمجهود العظيم اللي تقدم خلال الموسم. وانا هبتدي اسلم، طبعا مش هنقدر نسلم كل الشهادات على الشاشة، ولكن فرصة ان انا معايا التمانية اللي بيلعبوا على لقب افضل لاعب وهسلمهم الشهادات بنفسي. ايمن احمد الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك ايمن. الله يبارك في حضرتك. ايمان محمد الف مبروك الشهادة. ربنا يبارك. اتفضل يا ايمان. شكرا. علي الشريف اتفضل يا علي. احمد سمير اتفضل يا احمد. محمد عاطف، شهادة تقدير لمحمد عاطف. الدكتاتورة هتاخد شهادة تقدير كمان. شكرا. عمر عبد المنعم واحمد سليمان. طبعا كل الناس هتستلم بإذن الله شهادات التقدير مني، ولكن بعد الحلقة أو في الحلقة النهائية أو في الاستوديو في ميعاد يتم الاتفاق عليه، ولكن الكل هيحصل على شهادات تقدير. شكرا لكل من شارك وكل من اجتهد معانا علشان الموسم العظيم ده يظهر بالصورة العظيمة دي. بشكركم جميعا. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين أفضل لاعب الموسم ده، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. روان إدريس أول سؤال، اتفضلي يا روان. المدير الفني لفريق الرعد. سؤال قدرات ذهنية، ده أكنك بتدي هدية لأيمن. والله أنا قايلها. شايف المدير الفني بتاع فريقك بيستجدع معاك إزاي؟ طبعًا. سؤال في القدرات الذهنية بعشرين نقطة، دي كنتوا التمانية، يعتمد على السرعة. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 450 على 9 في 8 زائد 144 يساوي كام؟ منة الله عصام 544. إجابة صحيحة. الدكتاتورة خطفت السؤال من محمد عاطف ومن أيمن أحمد. الحمد لله يا رب. ورجعتي فرصتك للمنافسة. الحمد لله يا رب. منة الله عصام 30 نقطة. لو جاوبتي على سؤال واحد كمان تقدمتي. يا رب. خلينا نشوف السؤال الثاني. عمرو النويهي، اتفضل يا عمرو. فنون. سؤال في الفنون، سؤال بعشرين نقطة. قبل ما أسأل السؤال عايز أروح لمحمود مجدي من فريق الصاعقة. محمود مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازيك يا محمود؟ ازيك يا أستاذ. هنسأل سؤال في الفنون وانت راجل مهتم بالفنون، فقلنا نتكلم مع بعض قبل ما نسأل السؤال. احكي لي عن التمثيل المعاصر. أنا التجربة جت عن طريق إعلان، كان جاي عن طريق مهرجان الفنون، وانا اشتركت فيه كان في 2015، ومن يوم ما اشتركت فيه والحمد لله انا بقيت قائد في الفريق، وبقيت ادرب فريق ذوي احتياجات خاصه مستخدم كراسي متحركه، وان شاء الله مشاركين في قادرون باختلاف النسخه القادمه ان شاء الله. مركز اول سباحه،
ابتديت امتى وحصلت على المركز الاول امتى؟ احكي لي. انا بدايه حياتي عامه حادثه طبعا. في الظروف دياتي معظم اللي بيحصل لهم حوادث بيستسلموا وما بيخرجوش، صح؟ فانا حبيت احارب العاده دي، واول حاجه عملتها ان انا دخلت في مجال الرياضه، والحمد لله اشتغلت في السباحه وحصلت على مركز تاني في البدايه، وبعد كده اجتهدت وحصلت على مركز اول، ولعبت كمان قوس وسهم وحصلت على مركز اول 4 سنوات متتاليه. ما شاء الله عليك بطل. هيتسأل عنك قريب. ما شاء الله، برافو عليك. دلوقتي عندنا سؤال في الفنون ليه كنتوا التمانية، اعتمد على السرعة. السؤال مش هيبقى سهل، محدش يستعجل. فنون، والسؤال هو: عشية الفن هي أغنية المطربة مصرية، فمن هي؟ من أهم المطربات المصريات المعاصرة، منة الله عصام. سؤال صعب، سؤال مش سهل، وأغنية جميلة. إجابتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هقول إيمان التوخي. إيمان التوخي، إجابة خاطئة، مش إيمان التوخي. فرصة تانية. معرفش. أمل ماهر. أمل ماهر، إجابة خاطئة. حد هياخد الفرصة الثالثة؟ من كلماتها وألحنها. مين؟ عايدة الأيوبي. فعلا عايدة الأيوبي من أجمل أغانيها. هارد لك. ودلوقتي معادنا مع السؤال الثالث. مدام هند، اتفضلي يا مدام هند. السؤال الثالث، وهنشوف موضوع السؤال ايه. جوكر. مدام هند، من حقك تختاري موضوع السؤال. تحب يتسألوا في ايه؟ علم ان شاء الله. علم، كويس جدا، اختيار موفق. ليه؟ لان احنا في اخر سؤالين، وطبعا مش عايزين اللي يكسب يكسب بالحظ. هيبقى عندنا سؤالين فاضلين، السؤال اللي جاي في العلم، وهيبقى سؤال صعب مش سهل. اتفقنا؟ علم، والسؤال هو: علوم، كم عدد ذرات الهيدروجين في المركب الكيميائي TNT؟ محمد عاطف، إجابتك. الهيدروجين. كم عدد ذرات الهيدروجين في المركب الكيميائي TNT؟ صفر. صفر، إجابة خاطئة. C7 H كام؟ N3 O6. فرصة تانية. أيمن أحمد. أربعة. أربعة، للأسف الشديد، إجابة خاطئة. المادة دي بتستخدم في المتفجرات. الفرصة الثالثة والأخيرة. مفروض اللي ما عندوش فرصة يغامر يغامر زي عمر، برافو عليك. كام؟ 12. هارد لك، إجابة خاطئة. هي 5 مش 4 يا أيمن. هارد لك. السؤال الأخير، واللي ممكن يحسم مين صاحب اللقب في الموسم الأول لعباقرة قادلون باختلاف. مدام دينا، اتفضلي. مدام دينا أبو سمرة. علم، سؤال في العلم. طبعاً أيمن في المنافسة، علي الشريف عنده فرصة للتعادل، أحمد سليمان عنده فرصة يفوز باللقب، منة الله عصام عندها فرصة تفوز باللقب، ومحمد عاطف عنده فرصة يفوز باللقب. لو محدش فيك وعرف يجاوب، أيمن أحمد هيبقى اللقب لقبك الموسم ده. اتفقنا؟ إن شاء الله. تمنياتنا بالتوفيق.
علم والسؤال هو أدب. من هو الأديب المصري الراحل مؤلف رواية قلوب خالية؟ اتنشرت 1955. منة الله عصام، لو إجابتك صح ألف مبروك اللقب، لو إجابتك غلط هارد لك، خرجتي برا المنافسة. سؤال صعب مش سهل، إجابتك. بسم الله الرحمن الرحيم، حاول يوسف السباعي. يوسف السباعي، إجابة خاطئة. بتدور أحداثها في القرية المصرية في فترة الحرب العالمية الثانية. سؤال مش سهل، الفرصة الثانية. أيمن أحمد. يحيى حقي. دكتور يحيى حقي، إجابة خاطئة. طبعاً أنا بقول السؤال مش سهل، والفرصة الثالثة هي اللي ممكن تدي الفرصة لمحمد عاطف وأحمد سليمان وعلي الشريف إن هم يكملوا في المنافسة. الفرصة الثالثة، محمد عاطف، إجابتك. يا تخمينة من كلام حضرتك بس مش أكتر، يعني ما عنديش معلومة خالص. طه حسين. دكتور طه حسين، طبعاً إجابة خاطئة. كنت عايز تقول ايه يا احمد؟ ثروت أباظة. ثروت أباظة، برضو إجابة خاطئة. أنا قصدت أقول القرية المصرية. خيري شلبي. مؤلف الأرض. عبد الرحمن الشرقاوي. عبد الرحمن الشرقاوي. أيمن أحمد، زي ما خمسة توقعوا أفضل لاعب في الموسم بخمسة وأربعين نقطة. كده أفضل لاعب والصاحب المثالي من فريق الرعد. مبروك يا عين. الله يبارك فيك. يبدو ان اسماعيل كان عنده بعد نظر لما تنازل وطلب منك ان انت تشارك في الباست بلاير. انا سعيد ان انا كسبت اللقب عشان ثقته بس فيا والله. الف مبروك يا ايمن، وهارد لك لايمان والعلي ولاحمد سمير ولاحمد سليمان والعمر والمنة ومحمد عاطف، نحييهم هم التمانية. محمد أدري، كنت عايز تقول كلمة قبل النهاية فقلت لك حاضر. آه ده حقيقي. طبعا كنت أتمنى أكون موجود بس ما كانش فيه توفيق. ومبروك لأيمن. طبعا اللي أنا كنت عايز أقوله أنه من زمان جدا ومن قبل حدثتي وأنا مؤمن جدا بفكرة الدمج وقد إيه هي مهمة في حياة البشر. اللي ناقصه حاجة بيقدر يعوضها بحاجة تانية أكبر وأقوى وبيكون قادر أكتر على التحدي. اللي أنا عايزه واللي أنا بحلم بيه أن يكون فيه في مصر مدينة تعليمية متكاملة، يكون 50% من المتعلمين فيها من ذوي الإعاقة و 50% أسوياء. وقد إيه شفنا علماء ومتميزين في كل المجالات طبعا من ذوي الإعاقة. أعتقد أن دي ذوي الإعاقة بيدوا طاقة إيجابية غير عادية للأسوياء. أعتقد أن دي هتخرج لمصر أشخاص هيكون ليهم مكانة كبيرة جداً في المجتمع. الحاجة اللي أنا كنت عايز أقولها كمان أنه العباقرة أو من الاستوديو هنا من وقت ما دخلت الاستوديو بمنتهى الأمانة وأنا بشم ريحة الحب في عيون كل، يعني بشم ريحة الحب في الجو. الفريق متكامل، يعني ما فيش كلام يتوصف، يعني من معدين ومن مخرجين ويعني وحضرتك يعني الأساس في ده. السياسة نفسها مدية كل الناس ان هي تتعامل بأسلوب. انا كنت حزين جدا ان انا مش هاجي تاني. مقدر ان انت بتقوله لان انا عارف احساس الشباب جوه الاستوديو اللي اشتغلوا في الموسم ده. الموسم ده احنا كلنا بنحب العباقرة، كلنا فخورين بالعباقرة، ولكن الموسم ده استثنائي لينا كلنا. كلنا حبيناه اكتر من اي حاجة تانية. بالزبط. رسالته عظيمة وإنسانية ومهمة. والحقيقة إحنا كمان شفنا وحسينا وجنينا الثمرة. قد إيه على مدار ده اللي أنا كنت عايز أقوله، على مدار سنين كتير بيحاولوا إن هم يعملوا ده لملف ذوي الإعاقة، ما فيش يعني ما فيش أي ردود أفعال. البذرة اللي كانت بتتزرع كانت بتنتهي. أنا البرنامج زرع بذرة وطلعت شجرة وطرحت فعلا ثمر. يعني
اللي أنا بشوفه في الشارع واللي أنا بشوفه من البرنامج، البرنامج عمل اختلاف كبير جدا. وعشان كده أتمنى أتمنى إنه المدينة دي، يمكن كان زمان ما أعتقدش إن الدولة كانت تهتم بحاجة زي دي، ولكن دلوقتي أعتقد إن الدولة اهتمامها بالتعليم والصحة كبير جدا. فأعتقد إنه في يوم من الأيام ممكن أشوف مدينة زي دي موجودة فعلا في مصر. والحاجة اللي أنا عايزها إنه إدارتها تكون من هنا، يعني 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 اللي 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 يعمل ده ويدير ده ويحط خطة ده هو حضرتك من برنامج العباقرة. بشكرك على ثقتك فينا. لانه انا شايف ده محدش هيعمل ده غير اللي نجح في ده، فاتمنى ان ده يحصل. شكرا لمحمد قادري، اقتراح على الهواء مهم جدا. محدش عارف بتقول الفكره ومحدش عارف ممكن فعلا تتنفس. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصل عليها اصحابنا العباقره قادرون باختلاف في حلقه النهارده 160 نقطه، وكل نقطة ب 3000 جنيه بما يساوي 480 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 9,750,000 ألف جنيه من البنك الأهلي لإعداد المنتخبات الوطنية لاتحاد الإعاقات الذهنية المشاركة في بطولة العالم 2023 في فرنسا. لقاء عظيم، لقاء جميل، لقاء ممتع، انبسطنا كلنا بحلقة النهاردة، جمهور ومشاهدين. وإلى اللقاء والحلقة النهائية من العباقرة قادرون باختلاف.